يعني طبيعي ان يكون عندنا اصوات متميزه جدا في هذا الخط الفني وهو خط او المجال الانشاد الديني بالظبط. يمكن احنا متابعين من بدايه صباح الخير يا مصر مجال الانشاد والمنشدين تحديدا او صغار المنشدين، لان احنا معانا النهارده فقره مميزه جدا من مدرسه تعليم الانشاد الديني اللي خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب. وضيفة الفقرة هي المنشدة مريم عاطف. تعالوا نتابع مريم ونشوف يعني حكايتها مع الإنشاد. كل عن همومك مارضة وكل الأمور إلى القضاء، كل عن همومك مارضة وكل الأمور إلى القضاء، وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلربما وسع الماضي قوى ربما الفضاء. مدرسة الإنشاد الديني بتعلم صغار المنشدين والمنشدات الكثير والكثير من العلم في هذا المجال، مجال الإنشاد، مثل المقامات والحفاظ على الصوت وغيرها من العلوم المختصة بهذا الشأن. معانا النهاردة موهبة جديدة من مواهب مدرسة الإنشاد الديني، وهي الطفلة أو المنشدة مريم عاطف. أنت 13 سنة. يعني الأول قولي لنا إزاي دخلتي في المجال ده، أو مين حبيبك فيه وإزاي حبيتيه؟ هو أنا أولا يعني كنت بسمع الشيخ محمود، وكنت الشيخ محمود التهامي. الشيخ محمود التهامي، وكان بمدعمة زمايلي يعني مصطفى ومحمود والشيخ طه، وكان في هناك شيخ معانا اسمه الشيخ مصطفى الجعودي، يعني هو اللي وصلني لده. طب قولي لنا في البدايه ازاي اسرتك او في البيت عندك اكتشفوا ان صوتك يعني هو يسمح ان يكون فيه انشاد دي؟ والله هو يعني والدي ووالدتي ربنا يجازيهم عني خير، كانوا دايما بيدعموني ودايما في ظهري، واي حاجه انا بطلبهم كانواش بيتاخروا. يعني ازاي التحقتي بمدرسه الانشاد الديني، او ازاي سمعتي عنها كمان؟ والله هو زي ما قلت لحضرتك الشيخ مصطفى الجعودي وصلني لده، وانا اول ما دخلت يعني كان بيختبرني الشيخ محمود والشيخ مصطفى النجدي والشيخ طه الاسكندراني، وتشرفت بمعرفتهم لانهم ناس جميله فعلا، وهم يعني اكتر ناس ليهم فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ايه احساسك بقى وذكرياتك مع اول يوم دخلت اتعلمتي فيه حاجه جديده في الانشاد؟ يعني كنت حاسه بصراحه يعني اجمل احساس، يعني ان انا ألقب بس بان انا كوني منشده مع الشيخ محمود التهامي. طب قولي لي اول حاجه اتعلمتيها في مدرسه الانشاد؟ اول مقام اتعلمته كان مقام الرصد، كان ميلاد طه، وكان طبعا اللي بيعلمه لنا الشيخ طه الاسكندراني، وكان اللي بيدرس لنا السولفيج الدكتور مصطفى الدكتور محمد. طب خلينا نسمع حاجه للمقام ده، ميلاد طه. تمام. ميلاد طه أكرم الأعياد، وبشير كل الخير والإسعاد، يا أفضل أنت الشفيع لنا في يوم معادي. ده كان أول مقام يعني. ما شاء الله عليكي. لو حبينا يعني ننشد هذا الإنشاد الديني بمقام آخر، إيه هو المقام الثاني وتقولي إزاي أو تنشدي إزاي؟ والله يعني وإحنا بنظبط الدرجة وبنحاول نجيب الطبقة بتاعة المقام الثاني وبنقول بيه. طب أنت مين من المنشدين أو المبتهلين أو المبتهلات شايفاه ممكن يكون قدوة ليكي وشايفة نفسك فيه في المستقبل؟
والله يعني هو قدوتي وانا بحبه جدا يعني، فطبعا الشيخ محمود التهامي وكان قدوتي الكبيره طبعا، ولحد دلوقتي يعني ماشيه في 6 سنين انا بحاول ان انا اقلد الشيخ محمود التهامي. طب مين من المبتهلات او المنشدات اللي بتسمعي عنهم او سمعتي لهم حاجه قبل كده؟ ممكن ام كلثوم، يعني حاجه فوق الروعه طبعا. وطبعا في اسماء كتيره جدا زي مثلا ياسمين خيام وام كلثوم طبعا. طب انت حافظه ايه لكوكب الشرق سيده الغناء ام كلثوم؟ وهي كان ليها قصائد كمان مدح وقصائد دينيه عظيمه جدا. يعني القلب يعشق كل جميل، دي اغنيه يعني فوق الروعه، كمان كنا بنتعلمها هنا في مدرسه الانشاد وكنا بنقولها في كل الحفلات. طيب ممكن نسمع جزء من هذه القصيدة لأم كلثوم؟ تمام إن شاء الله. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يعني. جميل جدا يا مريم، يعني انت موهبه ما شاء الله عليكي، ليك مستقبل كبير. قولي لي شايفه مستقبلك ازاي في مجال الانشاد، او انت طموحك ايه في المستقبل؟ والله يعني انا طموحي ان تكون جو المهرجانات ده يقل شويه لانه مبوظ التاريخ ومبوظ الحياه، فبتمنى يعني ان انت عايزه تشوفي نفسك ايه في المستقبل؟ والله كل اللي يجيبه ربنا كويس يعني، انا كل ليكي منشدة، يكون منشدة، تكون منشدة ليكي اسمك، ليكي ألحانك، ليكي كلماتك، ليكي قصائد والإنشاد والمديح الخاص بيكي. وفي الآخر برضو أكون محبة وطائعة لمولانا الشيخ محمود التهامي ومولانا الشيخ طه الإسكندراني. كل التوفيق ليكي مريم عاطف، يعني أنت 13 سنة وما شاء الله عليكي موهبة فريدة كمان. مشاهدينا تابعنا معاكم هذه المواهب الفريدة رغم صغر سنها، إلا أن صوتها ما شاء الله قوي جدا وعريض، وكمان مدرب بشكل كبير من خلال مدرسة الإنشاد الديني. انتظرونا وموهبة جديدة وفقرة الإنشاد الديني في رمضان. دمتم في رعاية الله وأمنه. تولى المصطفى أمري فكانت لحظة العمر، وأسلمني إلى ربي فصارت ليلة القدر، وسرت أراه إذا ألقى في نجواي في سري، فقدمني وكرمني ونعمني على فقري، فكلمني وعلمني وهيمني على ستري، وصافاني ووافاني فعافاني من الوزر. تولى المصطفى أمري فكانت لحظة العمر، وأسلمني إلى ربي فصارت ليلة القدرين.